النهاردة ربما هنتكلم في الفقرة اللي معانا اللي بتتكلم عن التربية وعن تربية الأولاد، وهنسأل مجموعة من الأسئلة متعلقة بمنهج عقاب الأبناء. كيف نعاقب الابن على خطأ ارتكبه؟ إيه هي الطريقة الصحيحة للعقاب؟ لو عمل حاجة غلط إزاي أتدخل بطريقة صحية ومنضبطة؟ إيه هي التربية الإيجابية اللي بنسمع عنها؟ إزاي نتحكم في عواطفنا إذا قررنا تنفيذ مبدأ العقاب؟ نعاقب إزاي؟ ده السؤال اللي هنتوجه به لضيفتنا في الاستوديو، دكتورة إيمان الرئيس الاستشاري الأسري والسلوكي. صباح الخير يا فندم. صباح النور، أهلا وسهلا. أنا حضرتك. ناس كتير جدا بتتكلم عن التربية الإيجابية والعقاب الحضاري ومفاهيم ومصطلحات، يعني كل أب وأم مهتم بتربية الأبناء بيبقى محتاج كل يوم يسمع لها تفسيرات جديدة. يا دكتور حضرتك أكيد لمسة ده في تعاملاتك مع الناس، إيه هو العقاب الحضاري ده؟ يعني أنا إزاي أعاقب ابني بشكل حضاري؟ تمام، خليني قبل ما أقول العقاب أقول إذا كنت أنا أصلاً أب وأم صح ولا لأ. صحيح. خطواتي صح في التربية ولا لأ؟ ما يمكن أنا أكون هم رد فعل لسلوكياتي الغلط. فأنا عشان أكون أب وأم صح لازم أقول لنفسي أنا قدوة صح ولا لأ؟ رقم واحد، درجت لهم التعليم ولا لأ؟ يعني اديتهم المعلومات والنصايح بطريقة تدريجية ولا لأ؟ تاني حاجة، احترمت الفروق الفردية بين ولادي؟ هل يا ترى أنا كأم عارفة إن ابني ده مش زي ابني ده، فبالتالي ده ليه وسائل تعليم وده ليه وسائل تعليم؟ هل أنا كأم أو كأب استوعبت الأخطاء وتغافلت عن بعض الأخطاء ولا لأ؟ هل أنا قدرت إن أنا أستوعب ابني واحتويه وأقول له مميزاته وأقول له عيوبه وعلمته بالعبرة وعلمته بالنصيحة؟ ما كنتش حد عليه. لو انا عملت كل ده وكنت ماشيه في الخطه اللي انا بقولها دي كويس جدا، يبقى انا هقدر اقول لك دلوقتي ايه العقاب اللي ممكن يتعاقب الطفل عليه. احنا مشكلتنا، طب قبل ما نروح للعقاب، يعني حضرتك بتتكلمي كده بحس حسيت الحياه حلوه قوي. ده ايه اللطافه دي؟ بس احنا في البيت يعني ما اعتقدش ان الاسر، ما اعتقدش ان الاب والام بيبقوا بالهدوء ده، وما اعتقدش ان الاطفال بيبقوا يعني برضو بالهدوء ده. هم كمان في مواقف بقى وبنلاقي سويت وبنلاقي حاجات كده كتير، يعني بيبقى في استفزاز برضو ان كان من الاولاد، وطبعا الاهل كمان بيبقى عليهم عبء كبير جدا، فبتبقى اعصابهم مش مستحمله. صحيح. طيب انا هقرب لك المسافه. ليه انا بتكلم بهدوء كده قوي؟ انا بقالي في مجال التربيه والتعليم 17 سنه. ما شاء الله. 17 سنه بنربي اجيال والاجيال اختلفت. صحيح. وبالتالي لو انا ما كانش عندي الحكمه والصبر والعقل مش هعرف اربي. لو فضلت اتعصب واتوتر واتنشن واحط الند بالند مع ابني ومش هكون عندي الهدوء. انا براعي كتير اولياء الامور ان هم مش قادرين، شايفين ان جيلهم مختلف عن الجيل بتاع دلوقتي، مش ملاحقين معاهم، ما بيربوش لوحدهم، حاسين يعني انا اقفل السوشيال ميديا افتحها اراقب صحابه ولا ما اراقبوش، طب اعمل ايه؟ التشتت ده وان انا بسمع اراء غير متخصصه ممكن ما تتطبقش على ابني، لان احنا عندنا فروق فرديه، ممكن اخت حضرتك ينفع لها مع ولادها حاجه ما تنفعش مع ولادي انا دلوقتي. فبالتالي لازم عشان اكون ام كويسه وصالحه او اب لازم يبقى عندي حكمه. يمكن انا دايما بقول يا جماعه عايزين نفعل قانون التغافل والاحتضان والاحتواء للولاد. القانون ده لو اتفعل عندنا في الاسره الدنيا هتختلف، يعني على الاقل هتغاضى. يعني ايه تغافل ويعني ايه احتضان؟ حلو قوي. بس في حاجات في حياتنا احنا حتى في علاقاتنا الاجتماعيه بقول الناس تغافلوا. النبي عليه الصلاة والسلام تغافل مع زوجاته وتغافل في حاجات كتيرة. لو فضلت أقف على كل حاجة صغيرة في حياتي أنا هتعب ومش هقدر، مش هيبقى عندي مجهود للحاجات اللي أكبر من كده. في حاجات ممكن أتغافل عليها للطفل وفي حاجات ما تغافلش عليها. إيه الحاجات اللي ما تغافلش عليها للطفل اللي هيبقى فيها خطر ليه، أذية ليه؟ وده أمر منطقي. بالظبط. بعد عن الدين. خلاص هو متطلب دلوقتي إن أنا ابتدي اتدخل. طب ابني شتم شتيمه مش كويسه، ها امسكه اضربه؟ لا، تغفلي عليه مره، سيبي يمكن يكون سمعها وهو بيجرب فنتغافل مره، تاني مره افهمه. احنا موجودين عشان نعلمه مش عشان نعاقبه. دي نقطه مهمه. انا مش موجوده في الدنيا عشان افضل اعاقب ابني، بس في تدريج للتعليم طبعا والعقاب عشان يساعدني. خليني امسك الموضوع من الحته الثانيه. امتى يفقد الاب او الام التواصل مع الابن او الابنه؟ متى ينقطع حبل الود او الاتصال؟ والله سؤال في منتهى الجمال. انا كنت منزله عندي فيديو على الصفحه لولد بيشتكي من باباه ومامته وبيعيط عياط شديد جدا،
ما كنتش اتوقع ان الامه تتواصل معايا على نفس البوست وتقول لي انت ما تعرفيش حاجه، انا ابني تعبني جدا. يمكن انا بشوف النماذج دي اللي هو خلاص ما فيش، ده نموذج بقى واقعي. لا الحاجات دي كتير قوي وبتبقى للاسف كمان صعبه جدا. يعني انا فاكره ان انا كان في بوست يعني صعب جدا، حد كان كاتب حاجه انه الولد لو جرى لي حاجه مش عايز حد من اسرتي يبقى موجود. يعني الموضوع بقى كبير قوي، في فعلا هنقول فجوه، فجوة فعلا ما بين الاولاد واهاليهم. امتى يتقطع بقى ده؟ لما ما يكونش عندي رصيد حب ورحمه مع ولادي. الحب غير المشروط اللي هو زي ما بيقولوا كده على طول، انا بحبك انا بحبك انا على طول. طبعا خلينا نتفق ان الحديه ما بتولدش ابدا رحمه، لكن الحب والاحتواء والاحترام بيولد الرحمه. لما يكون الاب والام حازمين بزياده قوي الابن مش فاهم، هو فاهم ان هو شديد عليه بس. فبالتالي رصيد حضرتك عندي ايه؟ حزم وقوه وشده. هيبتدي يقول انت مش فاهمني يا بابا، احنا بالظبط احنا اصلا علاقتنا صح. احنا علاقتنا كلها في حياتنا رصيد. صحيح. رصيدك عندي يسمح ان انا اسامحك ولا لا؟ صحيح. رصيدك عندي يسمح ان انا اتغافل واتعامل معاك ولا لا؟ بتحبني ولا لا؟ اوقات ما بيوصلش للولاد حب الاهل ليهم. ازود رصيد الحب ازاي؟ طب قبل ما نزود رصيد الحب معلش انا عايزه ارجع بس لنقطه حضرتك قلتيها. الام بعتت لحضرتك قالت لك انت ما تعرفيش ابني عامل فيا ايه. احيانا بيكون في اولاد فعلا سلوكهم صعب جدا. طب خليني اقول لك الصراحه، خليني اقول لك الصراحه، ابنك زرعتك. لو انا اتعاملت معاه باسلوب غلط وما وجهتش، المراهق ده عايز معامله حساسه جدا. زي ايه يعني؟ هقول لحضرتك بنتكلم في المراهقه دلوقتي، ايه هي المعامله الحساسه؟ لانه دلوقتي الوقت بقى صعب جدا، واحنا بقى بنتكلم للاسف للاسف الشديد بقى في انفصال بين، يعني مش هقول لك بقى بين طبقات زي ما كنا ممكن نسمع زمان، لا لا ده المدرسه بقت مختلفه عن المدرسه، المنطقه بقت مختلفه عن المنطقه، فتحسي ان بقى في انفصال، كل مجموعه كل مربع عايش في عالم منعزل. فازاي نقدر نعمل ده دلوقتي؟ شوفي انا عشان اربي ابني او بنتي الاول خالص متواصل معاهم وما عنديش مشاكل معاهم، لازم الحوار. اول حاجه الحوار، لو اتقطع بيني وبينه ما بسمعوش كويس ومش بوجهه ودايما بنتقد 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 وبلوم، هياخد جنبه مش هيسمعني خالص، حتى لو قال لحضرتك حاضر وانا هعمل كده. امتى بتتقطع علاقتنا بالمراهق؟ لما يبتدي احنا ما نحسش يعني ايه مراهقه. المراهقه دي الولد في المرحله دي والبنت عندك جزء كامل من مخ لسه ما اتبنيش، فهتلاقي عنده ايه؟ الاهمال والزعيق والعناد وعدم السيطره على الغضب، وانا بس اللي كلمتي صح. لما بقول لاولاد الام ممكن انت عايشه معانا، اقول لهم ما هي دي السمات. انا كاب وام فهمت السمات بتاعت ابني، مش هلوم عليه، انا هشفق عليه وهبتدي استخدم له وسائل تعليميه ابتدي اوصل له. في النقطه دي لو انا ما فهمتش المرحله دي كويس قوي وعرفت ان ابني مش بيعاند معايا او مش بيعمل الند بالند معايا او قاصد ان هو يهني، هو مش قاصد كل ده، هو لسه عايز يثبت شخصيته من مرحله الطفوله لمرحله الشباب والبلوغ. اتعامل ازاي معاهم؟ يعني نصيحتي السحريه اسمعوا اكتر ما تتكلموا. احنا نقف يعني عند الموضوع ده، الموضوع ده مهم جدا. يعني تحديدا فتره المراهقه دي فتره مصيريه، يعني هي بتفرق فعلا في اللي جاي بقى المستقبل. الفتره دي فعلا هي اللي بتحدده. لو قدرنا كاسر ان احنا نحتوي الاولاد في الفتره دي تحديدا، هنقدر نكسب شخص سوي مفيد لنفسه، مفيد لاسرته، مفيد للي حواليه، مفيد لمجتمعه. ولو حصل العكس لا قدر الله بيتعب كل اللي حواليه. ده انتوا هتكسبوا كمان عكاز حياتكم طبعا. يعني احنا بنعمل رصيد اكتر مع اولادنا في تعاملاتنا معاهم، عشان لما هنكبر هيعملوا معانا زي ما احنا ما تعمل معاهم بالظبط. فبالتالي رصيد حضرتك مع ولادك هو اللي هيحصل دلوقتي. ده غير انه بيطلع اجيال ثانيه. بصي مشكلتنا دلوقتي ان احنا مش بنربي لوحدنا، عشان كده محتاجين رقابه شديده جدا 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 على الولاد. ودي نقطه مهمه. يمكن ادرج لك العقاب بسرعه، ايه رايك؟ لا استني احنا نروح لموجز اوكي نرجع نكمل كلامنا مع حضرتك لان الموضوع ده مهم جدا. موجز التاسعة بصحبة زميلتنا ليندا عبد اللطيف. ليندا شكرا مصطفى. شكرك يا ليندا، شكرا جزيلا. مشاهدينا لسه مكملين مع حضراتكم ولسه بنتكلم عن الطريقة الصحيحة لمعاقبة الأبناء. طيب دكتور إيمان هرجع لحضرتك مرة تانية، وكنا بنتكلم قبل ما نروح للموجز عن فكرة تدريج العقاب، وكنا بنتكلم تحديدا عن فترة المراهقة. عايزين ندرج العقاب في المراهقة ولا في عموما في الأعمار كلها؟
يعني, يعني خلينا ممكن نتكلم بشكل عام وبعدين نتكلم عن المراهقه. طيب. لان هي دي فتره طبعا مهمه ودقيقه طبعاً جدا. اكيد اكيد. تدريج العقاب ده من اهم العوامل اللي بتساعد على تعديل السلوك وبتخلي كمان الولد يستوعب اخطائه. يعني تدريج العقاب بتبتدي من اول يعني ان انت بتاخدي منه الحاجات المفضله بالنسبه له، بس قبل ما تعملي الحاجه دي لازم تفهميه. اوقات كتير بنفقد التواصل والفهم مع الولاد، يعني اوقات كتير اما اجي نعاقب ولد يقول لك انا اصلا مش عارفه بتعاقب ليه، عايزين اقعد هنا اقعد هنا خلاص. بالظبط. انت اللي عايزاه اعمل ايه؟ انا هاخد الموبايل، خدوا الموبايل. خد الموبايل. فمجرد على فكره دي علامه. مجرد ما ابن حضرتك او بنت حضرتك تعمل كده يبقى مش فاهم بتعاقب ليه. يعني لو فاهم اتعاقب ليه هيبتدي يناقش حضرتك في اللي هو عمله عشان يشرح هو عمل ليه كده. طول ما الطفل بياخد مسلمات كده وبيقول لك خد الموبايل او مش طب هنزل. لو مش مقتنع مش بالظبط. فلازم نستخدم وسائل التوضيح للولد حسب المرحله، يا بالعبره يا بالسؤال والاجابه، يعني ابتدي انا اساله وهو يجاوب، يا ابتدي انا افهم هو بيفكر في ايه عشان اقدر اشرح له. يعني لازم جدا نتعلم ولادنا بيفكروا ازاي، ولادنا بيوصل لهم معلومه ازاي. ابني بصري حركي سمعي، ابني بيفهم بالقصه، بيفهم بالعبره، بيفهم بان انا اديله مثال من بعيد عشان يقدر يستوعب. لازم اعرف طول ما ابني بيقول لي عاقبيني والموضوع بيزيد معاه يبقى انا ما عرفتش اعالج السلوك الصح بتاعه. محتاجه جدا ان انا اشيل اول الحاجات اللي بيحبها وابتدي اقول له انا شلتها ليه، بعد كده احرمه مكان بيحبه، ببتدي بعد كده في بقى نقطه في سر بقى في التربيه. كل ما الطفل يعمل حاجه غلط لما تفهمه صح قول له انت محتاج تستغفر ربنا عشان يعرف ان هو ما اساءش التصرف معانا بس. انت اسات التصرف كمان مع ربنا اكتر، فاستغفر ربنا ولازم يعتذر لكم لو غلط في حقكم. مفيش حاجه اسمها انا عاقبته من غير اعتذار. يعني لو مثلا غلط في حق اخته يعتذر لها ويقول لها، دي بقى التعليم بالتلقين، انا ليه بعتذر لك عشان انا عملت واحد اتنين تلاته، والمره الجايه اسف مش هعمل واحد اتنين تلاته. قبل ما تعمل كل ده انت لازم تستغفر ربنا على اللي انت عملته. انت لازم تعرف اما انت بتغلط انت بتزعل كام حد معاك. وانت قاعد بتزعق فيا او انت قاعد بتكلمني باسلوب وطريقه وحشه كام حد اتاذى. ومهم جدا ممنوع عقاب الاولاد قدام اي حد عشان كرامتهم. ما ينفعش نتجرحهمش. ما ينفعش نبقى احنا قاعدين وسط ناس كتيره فابني اخد حاجه وشدها او المراهق بص لي بصه مش كويسه فانا عايزه استعرض. يعني احنا عندنا استعراض التربيه ده خطير. طيب. انا عندي ان انا استعرض وهزقه احسن ما يتقال علينا ما ربيتش وان انا ادمر نفسيته. عادي جدا على فكره. لا الاحسن ان انا اكون ام حكيمه بالنظره متشكره جدا. بس دي بتفرق. عقبنا في البيت. صحيح. عقبنا في البيت عشان يتعلم الاحترام. ولادنا لما هيكبروا على الصوره دي هيعاملوا ولادهم كده. هات متخيل ان كل امالك وطموحك وتصرفاتك ده سلوك اهلك. صحيح. يعني احنا ما جبناهوش من بره، فبالتالي ما فيش حاجه اسمها ما عنديش وقت الجيل اتغير. لا احنا اللي مبقاش عندنا طوله بال، مبقاش عندنا صبر، بقينا عاملين زي السوشيال ميديا، عايزين كل حاجه بسرعه. نخش على النت بسرعه، نعمل جوجل بسرعه. زمان انا فاكره كنت ايام الجامعه ما بنعمل اي ابحاث نخش المكتبه ونقعد ندور. طبعا. دلوقتي طبعا ب ب ب ب يعني بكبسه زرار بيحصل. فما بقاش عندهم الصبر والمصابره علينا حتى ان هم يدونا فرصه ان هم يعرفونا. فاحنا محتاجين نكون الريتم بتاعنا اسرع شويه معاهم. صحيح. يعني اعتقد ان تربيه الاولاد في زمن السوشيال ميديا دي محتاجه حلقه لوحدها. بس انا عايزه انصح نصيحه اخيره جدا جدا. تمام. للاب والام ولعلاقاتنا احنا مع بعض. يا سلام لما نمسك ورقه وقلم زوج وزوجه واب وام وكل حاجه ونقول انا بحب ايه وما بحبش ايه. ولو انت عملت كده انا هعاقب ازاي. حتى في علاقاتنا الاجتماعيه مش عيب ان احنا نقول بحب ايه وما بحبش ايه. صحيح. وانا بفضل كده، وعلى فكره لما تيجي تتودد لي انا بحب الحاجات دي. صحيح. مش عيب خالص. شكرا لك دكتور ايمن. بس. دكتور ايمن الرئيس الاستشاري الاسري والسلوكي، كلمتنا عن يعني كيفيه تدريج العقاب بالنسبه للابناء. العقاب ده حاجه موجوده في دستور كل اب وام في تربيتهم لاولادهم. باب العقاب باب مفتوح، ممكن توصل فيه للمرحلة القصوى الاكستريم انك تضربه، طبعا ده مرفوض جدا، وممكن تتهاون خالص وما تعاقبش وبرضه ده مرفوض. حاولنا نمسك العصاية من النص، والنهارده ربما يعني اخذنا بعض الحلول. صحيح؟ صحيح.